توقفت البنادق وصمتت المدافع وأوقف القصف، مشاهد لطالما حلم بها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة بعد عدوان إسرائيلي غاشم واجهه الفلسطينيون بصمود وصبر وقوة خلف أوضاع تجاوزت وصف المأساوية، أبرزها في الغذاء الذي هو حق من حقوق الإنسان بموجب كل القوانين والأعراف الدولية. مأساة الغذاء في قطاع غزة كشفت تفاصيلها مديرة برنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط كوريان فلايشر، والتي أوضحت أن القطاع يعاني من خطر غذائي حقيقي يصل لحد الكارثة، محذرة من حدوث خطر مجاعة في القطاع نتيجة النقص الحاد في الإمدادات والمساعدات الغذائية، على الرغم من المساعدات التي تدخل والتي أكدت أنها لا تكفي احتياجات القطاع. ومنذ اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي قام الاحتلال بفرض حصار كامل على غزة، وهو ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية داخل القطاع، وهو ما أكده ممثل برنامج الأغذية العالمي في فلسطين سامر عبد الجابر، والذي أوضح أن فرق البرنامج التي انتشرت عقب بدء سريان الهدنة في أنحاء القطاع لم ترى سوى الجوع والدمار، مطالبا بوصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان بشكل آمن ودون أي عوائق. مأساة إنسانية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة يواجهها سكان قطاع غزة ما دام الاحتلال جاثماً على صدور فلسطين ولا يدخر جهداً في إظهار وجهه الحقيقي الساعي لتصفية القضية، حتى لو بتجويع شعب محاصر دون موارد بحجة أمن مستوطنيه.